شكله في حدا قدر يغير جاي للأحسن. هو ما عاد شخص سيء مثل قبل. جهز شنطايتك، شوفي في كتير شغلات عليها القيمة، هدول ما رح يساعوا معي. أنا شو قلت لك؟ أنا وإنتي ما رح نسرق هالعيلة. إنت فقدت عقلك شي؟ ليك جي، تركني شوف شغلي، عم تفهم؟ نحن رح نروح الصبح مثل ما قلت. بدك نروح وإيدينا فاضية؟ رح عدلك، ما رح نسرق شي. ليش؟ ليش ما فينا نسرق من هاي العيلة؟ أمبا ما رح توافق تتزوجك أبداً، لأنه هي خلص رجعت لذاكرتها. أول شي أنت منعتني أعمل مشاكل وما وافقت أني حرد جاغان ضد أمبا، وهلأ ما بدك نسرقهم؟ خبرني أنت شو بدك؟ أنا بس بدي أكون بعيد عن هالبيت، وكمان بعيد عن العيلة، مفهوم؟